هل من المعقول السيد القزويني اللي يقول ها من بات سكرانا اصبح عروسا للشيطان؟ ها عادي يروح يدافع عن قاتل ولو كان طبيب في مستشفى لانه مالته زين، واللي يقول من بات سكرانا اصبح عروسا للشيطان عادي يروح يسوي مستشفى تاخذ 5 أضعاف اجور طبيه. بس السكران عروس للشيطان، الحراميه مو عرايس اللي يساومون اللي يقتلون بينا مو عرايس للشيطان. لا لا هاي بعد يعني هم يتبعون القرار يقولون انصر اخاك ظالما او مظلوما ولا الحق ما له قيمه. والدين شنو؟ والدين شنو؟ لا هاي بعد انت قبالك حالتي وانت احكم والناس خل تحكم.